السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الفقرة من درس الكسور لي فراكسيون، فلاحظوا معايا، نأخذ العدد واحد على جوج. إذا واحد على جوج إلا درت لها القسمة غنلقاها كتساوي لنا 0.5، كذلك 3 على 6 حتى هي غتساوي لنا 0.5، 15 على 30 كذلك غادي تساوي لنا حتى هي 0.5، ومية على 200 حتى هي غتساوي لنا 0.5. إذا غنلقى بأن هاد الأعداد كلها أعداد متساوية. إذا بشكل عام فواحد على جوج شنو درنا هنا؟ باش لقينا ستة أو ثلاثة على ستة، فضربنا واحد فاش ضربناها في ثلاثة، وجوج ضربناها في ثلاثة باش حصلنا على ثلاثة على ستة. باش لقينا 15 على 30 شنو درنا؟ ضربنا ثلاثة ولا ضربنا ثلاثة في خمسة وضربنا ستة في خمسة. أولا ممكن إذا بغينا نستعمل واحد على جوج فضربنا واحد في 15، واحد أولا جوج في 15، وفي آخر حالة مية على 200 إذا ضربنا واحد في 100 وضربنا جوج في 100. إذا لاحظوا بأنني واحد على جوج كتساوي لنا شنو كنديرو هنا؟ كنضربو في نفس العدد في البسط وفي المقام، كنضربو في نفس العدد في البسط وفي المقام. يعني بشكل عام إلا كان عندنا واحد العدد كسري مكتوب على شكل أ على بي، فهاد العدد هذا كيساوي لنا، يمكن لي نكتبو يعني كيساوي لنا عدة أعداد. هاد الأعداد هادي إلا اعتبرنا بطبيعة خاصة خالف الصفر، واعتبرنا واحد العدد ك كيخالف الصفر، إذا يمكن لي نضرب في العدد ك البسط والمقام. ناخد مثال مثلا سبعة على جوج، إذا سبعة على جوج يمكن لي ندير كتساوي سبعة ونضرب في أي عدد، نضرب مثلا في خمسة، إذا غتجي تعطينا 35 على 10، إذا هادو عددان متساويان. إذا نرجعو نكتبو القاعدة، إذا أ على بي كتساوي لنا أ مضروبة في واحد العدد ك، بي مضروبة في واحد العدد ك. إذا لاحظوا بأنني كنضرب البسط والمقام في نفس العدد. لاحظوا معايا الحالة الثانية، 36 على 12 إلا درنا القسمة غنلقاها كتساوي لنا 3، كذلك 18 على 6 حتى هي غتساوي 3، 9 على 3 كذلك غتساوي 3، و 3 على 1 غتساوي لنا العدد 3. إذا هاد العدد كاملة أعداد متساوية. إذا باش نمرو من هاد العدد لهاد العدد شنو درنا؟ قسمنا 36 على شحال؟ قسمناها على جوج، قسمنا كذلك 12 على جوج، إذا قسمنا البسط والمقام على جوج. إلا قسمتي 36 على جوج غتلقى 18، و 12 على جوج غتلقى 6. باش نلقى 9 على 3 إذا قسمنا 36 على 4، قسمنا 12 على 4. وباش نلقى 3 إذا قسمنا 36 قسمنا على 12 وقسمنا 12 على 12، إذا 12 على 12 واحد، و 36 على 12 3. إذا هنا إلى لاحظنا بأن بشكل عام إذا كانت عندي أ على بي فكتساوي أ مقسومة على العدد ك، بي مقسومة على العدد ك. ناخدو شي مثال، بطبيعة الحال دائما بي و ك عددان كيخالفو الصفر، لأن المقام دائما خصو يخالف الصفر. إذا ثلاثة أو لا ناخدو شي عدد كبير، إذا مثلا 15 على 3 إذا كيساوي، إذا كيمكن نقسم البسط والمقام على نفس العدد، مثلا 15 على 3 و 3 مقسومة على 3، إذا 15 على 3 3 أو 5، و 3 على 3 1، إذا 5 على 1، 5 على 1 يمكن لك تكتبها كتساوي 5.
إذا بشكل عام يمكن لي ندير أ على بي كتساوي لنا أ في ك على بي في ك كتساوي أ مقسومة على ك بي مقسومة على ك. إذا هادو قاعدتين مهمتين، غادي نحاولو نشوفو التطبيق ديال هاد القاعدتين بجوج في حالتين مختلفة. نبداو بالحالة الأولى، إذا ملي كتعطينا السؤال دوني ليكريتور دو فراكسيون افيك ان اوتر دينوميناتور، إذا 3 على 4 يمكن لي مثلا نضرب 3 في 5 و4 5، إذا 15 على 20 مثلا 6 على 5 يمكن لي نضرب 6 في 7 و5 في 7. إذا 6 في 7 42 و5 في 7 35. إذا حنا عندنا واحد الفراكسيون وكتبناها على شكل أوتر فراكسيون بطبيعة الحال الرقم ديالها مختلف. سامبليفي اون فراكسيون أو بيان لا روندر إريدكتيبل، إذا إلا كانت عندي واحد الفراكسيون وبغيت ندير لها سامبليفيكاسيون يعني نكتبها بشكل مختزل يعني إيريدكتيبل هي خصني نرجعها غير قابلة للإختزال. إذا 100 على 40 كيفاش غادي ندير باش نسامبليفي هاد الفراكسيون؟ إذا كيمكن لي نقسم البسط والمقام على نفس العدد، مثلا كيمكن لي نقسمهم على جوج. إذا 100 إلا قسمنا على جوج كتعطينا 50 و40 على جوج كتعطينا 20. يمكن لي كذلك نزيد نقسم على جوج، إذا 50 بطبيعة الحال ممكن نقسم على عدد أخرى، مثلا ممكن نقسم على 10. بطبيعة الحال كنقسم على واحد العدد اللي كيكون قاسم مشترك يعني قاسم ديال البسط و ديال المقام. إذا 20 مقسومة على 10، 50 إلا قسمناها على 10 تعطينا 5، و20 إلا قسمناها على 10 تعطينا 2. إذا لاحظ معايا بأن هاد 5 على 2 ميمكنليش نزيد نسبلي فيها، يعني ميمكنليش نزيد نختزل، إذا هذا كيتسمى فراكسيون إيريدكتيبل يعني غير قابل للإختزال. دونك ما عنديش هنا قاسم مشترك ما بين 5 و2 إلا الواحد، دونك الواحد هو القاسم المشترك الوحيد يعني لو ديفيزور كومان، عندي ديفيزور كومان واحد. إذا في هاد الحالة كنسميها فراكسيون إيريدكتيبل، مثلا بحال 2 على 3 أو 7 على 5، هذا كيتسمى فراكسيون إيريدكتيبل. في حين مثلا 2 على 4 هذا ماشي فراكسيون إيريدكتيبل، إذا كيمكن لي نسامبليفيه بجوج، نقسم على 2 يعني 2 على 2 1، و4 على 2 2، إذا هذا فراكسيون إيريدكتيبل. الحالة الموالية سامبليفي اون فراكسيون أو بيان لا روندر إيريدكتيبل، إذا هي الحالة اللي شرحنا غنحاولو نرجعو هاد الفراكسيون إيريدكتيبل يعني غير قابل للإختزال، يعني البسط والمقام عندهم قاسم مشترك وحيد هو العدد واحد. إذا 24 18 كيمكن لي نقسم على 2، 18 على 2، إذا 24 على 2 12، و18 على 2 كتعطينا 9. إذا القاسم المشترك ما بين 12 و9 هو 3، إذا 3 9 3، إذا 12 على 3 4، و9 على 3 كتعطينا 3. إذا هذا فراكسيون إيريدكتيبل لأن لو ديفيزور كومان ديال 4 و3 هو 1. 5 و3 10، إذا نقلبوا على واحد ديفيزور كوما ما بين 5 و3 10 مثلا هو 5، إذا نقسمو على 5 البسط والمقام. إذا 35 على 5 كتعطينا 7، و10 على 5 كتعطينا 2، إذا حصلنا على واحد فراكسيون إيريدكتيبل. الحالة الرابعة ترانسفورمي اون ليكريتور فراكسيونير
اون فراكسيون. اذا كنرجعو واحد ليكريتور فراكسيونير كتابه كسريه كنرجعوها كسر، اذا خصني نحيد لو نومبر ديسيمال، يعني ما يبقاش عندي لو نومبر ديسيمال، يعني يرجع عندي الكسر فيه عدد صحيح على عدد صحيح، نومبر اونتي على نومبر اونتي. اذا شنو غادي نديرو؟ فغادي نحاولو نضربو شي عدد باش نحيدو الفاصله. اذا شنو هو هذا العدد؟ هو العدد 10. اذا نضربو في 10 في البسط وفي المقام. اذا 5 في 10 50 و 0.3 في 10 كتعطينا 3. اذا حصلنا على فراكسيون. كذلك الحاله المواليه 5.31 على 6، اذا كنضربو في شي عدد، اذا حنا عندنا جوج اعداد من بعد الفاصله، اذا كنضرب في العدد 100 في البسط وفي المقام. دائما ملي كنضرب خصني الا ضربت في البسط نضرب حتى في المقام. اذا 5.31 في 100 هي 531 على 600.